بسم الله الرحمن الرحيم. بيان اتحاد سرايا تاجوراء ومجلس حكماء وأعيان ونشطاء تاجوراء. نظرا لما تمر به بلادنا من مؤامرات داخلية وخارجية انعكست على معيشة المواطن الليبي، وإذ نقر بدعمنا الكامل لحل يتوافق عليه الليبيين ويحافظ على ثوابت ثورة 17 من فبراير، ويقدر تضحيات ثوارها الأبطال، ويرفض مشروع حفتر وانقلابه، ويقر بتحكيم الشريعة الإسلامية، ويقدم تعريفا واضحا للإرهاب، ويحمل في مضمونه رؤية واضحة تجاه تحديات المرحلة. فإننا وإذ ندعو كافة شرائح ومكونات وأطياف الشعب الليبي للوقوف صفا واحدا تجاه ما تمر به بلادنا من تحديات، نؤكد على الآتي: أولا، رفضنا الكامل لأي دعوة تهدد أمن واستقرار بلادنا عامة والعاصمة طرابلس خاصة. ثانيا، رفض جميع الممارسات التي تؤثر على الحياة اليومية للمواطن الليبي لغرض اتجاهات سياسية معينة. ثالثا، على رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا الالتزام بمهامه المكلف بها واحترام ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على مبدأ سيادة الدول وحق تقرير المصير وعدم التهديد بالقوة أو استخدامها والالتزام بمقتضيات الأوضاع الدستورية. رابعا، ندعو كافة الأحرار والشرفاء إلى التزام الهدوء وعدم التعاطي مع أي أحداث من شأنها أن تنزلق بالبلاد إلى منحدرات الفوضى وحرب أهلية لتحمد عقباها. حفظ الله ليبيا حرة مستقلة. حرر بتاجوراء يوم الأحد الموافق 27 من مارس للعام 2016 ميلادي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. دم الشهداء ما يمشي شباب، دم الشهداء ما يمشي شباب، ما يمشي شباب، دم الشهداء ما يمشي شباب، دم الشهداء. تكبير، الله أكبر، الله أكبر، تكبير، الله أكبر.